السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بيحبب القلب والله ما على بالي باش نبدا لكم، الا نبدا لكم بالبنا ولا نحكي لكم على الديكور ولا نحكي لكم على الذوق ولا نحكي لكم على لا 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 ما نحكيش ولا ما نعبر، ولكن نخليكم انتم تكتشفوا هذا الذوق المميز الخطير البنا. ما نحكي لكمش ذوق الكابريز اللي يحب الكابريز، انا ما قلتش، قالوا قلت كما قالوا انا قلت، ذوقها كما ذوق الكابريز البنا تاعها ما نحكي لكمش. يا سلام، هيا على السريع نبداو الوصفه. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه اسمر الجزائري. بسم الله على بركه الله، هذو المقادير تاعنا. هنا عندنا كاس ونص نتاع السكر، سكر عادي، الوزن تاعو 150 غرام، الوزن تاعو اجمالي 150 غرام. عندي كذلك كاس ونص نتاع حليب، الوزن تاعها اللي يكون 300 غرام. عندي قطعه نتاع مانغارين ولا زبده، الوزن تاعها 40 غرام. وعندي كذلك زوج معالق نشال، الوزن تاعهم يكون كذلك 40 غرام. عندي هنا حفنه ولا كمشه نتاع كاوكاو محمص ومطحون يكون خشين شويه. هذو المقادير وراح نبداو عمليه تاعنا. في كسرونه لازم تكون شويه غامقه، تبعوا معايا النصائح باش تفهموني مليح. على قلت لكم الكسرونه تاعكم تكون شويه تكون غامقه، نحطوا في هذيك الكاس ونص نتاع السكر اللي الوزن تاعهم يكون 150 غرام، اللي يحب يخدم بالميزان نحطهم على نار تكون ناقصه يعني متوسطه، ونحركوهم من جهه اخرى. هذاك النص الكاس الحليب راح نحطه فيه زوج مغارف نتاع النشا هذوك ونحلوهم مع بعض. من بعد راح نقول لكم علاش حلينا هذاك الحليب في هذاك النشا تاعنا، نخلوه حتى تحل مليح. شوفوا الخليط كيفاش ولا بين النشا والحليب، هذاك نص كاس. من جهه اخرى نرجعوا هذاك السكر تاعنا نبداو نعملو على طريقه الكراميل، يعني ما لازمش نقويو النار باش السكر تاعنا ما يتحرقش وما تجيش فيه هذيك المروريه. ومن جهه اخرى نقعدوا نحركوا فيه حتى وين يذوب لنا هذاك السكر تماما ويجينا ذاك اللون البني الشباب. بعد ما يذوب لنا السكر راح نزيدوا نحطوا عليه هذيك القطعه تاع المنقارين ولا تاع الزبده الوزن تاعها 40 غرام. بزاف اللي يعلقوا عليك ويقول تقول منقارين، انا نحبها نقولها باسكو تجيني شويه سهله على المارغارين ولا ما على باليش زبده صحيح. ايضا خلطوها مليح مليح حتى وين تذوب لنا هذيك المنقارين تاعنا. ومن بعد نجيبوا هذاك كاس حليب يكون دافي ونفرغوا. شوفوا غير فرغناه دارت هذيك الشرار يعني طشطشات كشغل بركان شر، ونبدا نحركوا فيها. قلت لكم كسرونه غامقه باش من بعد ما يقيسكمش ولا ما تحرقلكمش ولا ما يفيضش هذاك الخليط. نقول لك يفيض الكاس يعني في ذلك الخليط. نقعدوا نحركوا فيها حتى وين يذوب لنا هذاك الكراميل تاعنا في وسط الحليب. من جهه اخرى بعد ما ذبنا هذا الكراميل راح نزيدوا هذاك النص الحليب نتاعنا اللي مخلط بالنشا، نفرغوه على الخليط. دائما الحليب تاعكم يكون دافي ونقعدوا نخلطوا فيه ونحركوا على نار تكون دائما متوسطه، ما نزلوهاش كامل النار باش ما تزربناش الخليط تاعنا، حتى ونشوفوا هذاك الخليط تاعنا ولا شغل كريمه وثقل وعقد. هنا حطوها مليح في رصانكم الكريمه تاعكم ولهذا الخليط ما تخلوش يجمد يولي ثقيل بزاف، يعني يكون القوام تاعو مازال سائل كما راكم تشوفوا فيه. طفوا عليه النار. هنا راكم تشوفوا هذه الحفنه نتاع الكاوكاو نتاع محمص ومطحون، نخلوه هو اخر شيء. من جهه اخرى بعد ما هذاك الكراميل تاعنا وجدت يعني كما تشبه الصوص التوفيه، يعني تشبه الصوص التوفيه، ولكن تخدموه في الدار تجيكم احسن وتجيكم ارخص وتجيكم بنينه بزاف ما شاء الله. الذوق خرافي، الذوق خطير جدا، ماشي خطير خطير يعني تخافوا كش ما يصراكم، خطير من قوه البنه اللي فيه. البنه دائما اكدكم على البنه، البساطه والبنه دائما كاينه. شوفوا هنا بعد ما حطيته في صحن يكون غامق، انا نحب نعطيكم بزاف بالدرجه والاخر باش تفهموني كامل. نحطوه في صحن يكون غامق ونديروا عليه ورق الشفاف هذاك، ولازم هذاك الورق الشفاف يكون ملامس سطح الكريمه تاعكم باش ما يكونش هذيك الطبقه اليابسه من فوق. نخلوه يبرد ابرحته مده ساعه ساعتين حتى وين يبرد تماما. من جهه اخرى بعد ما بردنا راح نجيبوا هذيك لي فوندو طار تاعنا اللي خدمناهم معاكم المره السابقه، نوجدوا الكاوكاو تاعنا. ومن جهه اخرى رايحين نقعدوا بالخلاط الكهربائي نقعدوا نخلطوا هذيك الكريمه لمده خمس دقائق حتى 6 دقائق حتى تشوفوا اللون تاع الكريمه تاعكم مال شويه للابيض،
ثم نحبسوا الخلط نتاعو ونكون قد حصلنا على كريمه بذوق الكراميل والبنة الكراميل ولا ذوق الكابريز. يعني لو كان ذوقوها تعرفوا بنتها بنت الكابريز، وحنا بزاف الشعب الجزائري موت على الكابريز ويفكرنا في ما تسمن دوكا قليل دخلوا حلويات بزاف، ولكن الكابريز تقعد بنتها وحدها. من جهه اخرى جبت هذا الكاوكاو اللي كنت حمصته وطحنته، ولكن هذا الكاوكاو قصته قصه بعد نحكي لكم قصه الكاوكاو هذا من جانب. حمصته يعني ماشي محمص، يعني دقدقته وطحنته ونحيت القشور تاعو وطحنته وخلطته مع هذا الكريمه نتاع. راح نجيبو الجيب الحلواني يا ولا لابوش ونحطو في هذيك لادوي تاعو ولا هذيك اللي تشوفوا فيها اللي تخرج لنا اشكال وردات ولا الشكل اللي عندكم في الدار استعملوه. يعني انا هنا نوريلكم الطريقه فقط والتبسيط التام، وانتوما طبقوا كما تحبوا انتوما. يعني كل واحد واش عنده في الدار، كاين اللي حتى بشكاره الحليب، يعني شكاره الحليب قصوها واستعملوها، يعني ما كاش اللي شافكم، ولكن تاكلوا حاجه بنينه، يعني ما يهمش حتى الديكور تاعها ما كاش مزين شباب، ولكن تقعد البنه دائما شابه. شوفوا هنا نبداو نديروا على شكل حلزوني دائري كما راكم تشوفوا في التزيين. التزيين هنا زينوا كما تحبوا ولا خدموا بلابوش تاعكم كما تبغوا ويخرجوا من هذيك القطعه تاع الكاوكاو. يا سلام يا سلام، يعني تحسوها باللي تاكلوا في ذوق السنيكرز، ذوق الكراميل، ذوق الكابريز كما نقول لكم. يعني الذواق ما تحيروش من الذوق اللي كنتوا تاكلوا فيه من قوه البنه اللي فيها. انا مش اشكر لكم فيها، ولكن جربوها ورجعوا لي بالخبر. جربوها عاودوا رجعوا لي في لي كومونتير تاعكم وقولوا لي واش رايكم في البنه تاعها. حتى هذا لي فوندو تارت كنت قبل خدمتهم معاكم ومازالهم ما شاء الله، يعني فاتوا تقريب سمانه ولا 10 ايام وهما مازالهم مقرمشين. يا سلام، هاني هنا نزين بحبيبه تاع الكاوكاو اللي عندكم اللوز الجوز البندق فستق واش عندكم هنايا اللي كنتوا لاباس بكم، زينوا بهذا المكسرات. انا هذا الكاوكاو كنت نشرب عند مولاتي يقولوا اعطيني قيس 2000 ولا 3000 كاوكاو. يعني الكاوكاو ما نحبش ناكله بزاف باسكو تعرفوا ينفخ، هذوك الحبات اللي يقعدوا لي ندسهم في الجيب. كل ما نجي للدار عندي واحد هذاك البواط هذا مغلقها لوح في هذاك الشيك تاع الكاوكاو حتى تحصلت على الكميه تاع الكاوكاو هذيك كامل، يعني بلا ما نبدرو ولا لوحوه ولا يعني خلوه في الطابله. اذا كان انت حاجه خلصتها باش تاكلها ما كريتهاش اديها لداركم، اعطيها للدراري الصغار ياكلوها واذا تنالوا اجر، ولا يعني باش ما تقشفوش. يعني يقول لك التقشف، انا ما قلتش قالوا، قلت لازم تكونوا مقتصدين. زينتها بهذا الورق الذهبي، يعني التزيين هنا يقول لكم اختياري. اذا ما كانش عندكم ورق ذهبي ما عندكم شو اسمه، يعني هكذاك برك بالشكل تاعها كما راكم تشوفوها شكلها راقي بنين، اتحمر لكم الوجه قدام الناسكم. وانا هكذا راكم تشوفوا ما عجبنيش التزيين تاعها، يعني في الصحن عاود بدلت الشكل تاعها. يا سلام، هنا وصلت لنهايه الفيديو. واش نقول لكم خوتي خياتي، ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه، وان شاء الله يكون عجبكم هذا اللي طرتولات بذوق الكابريز. ما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. ما تنساوش تخلوا لنا تعليق يكون شباب يطلع المراد، وكل مره نجوز لكم تعليقات لبعض متتبعي الاوفياء. نقول لكم يعطيكم الف صحه والف عافيه اللي راكم تتبعوا فيا وراكم يعني دايرين فيها الثقه، وراكم تجربوا وصفاتي وراها تنجح لكم وراها تعجبكم. ان شاء الله نكون لكم غير الحاجه البسيطه باش كامل تقدروا تخدموها وتفرحوا عائلتكم وتفرحوا ذاتكم، وحتى انها المراه المبتدئه تتبع هذه الطريقه راح باذن الله راح تنجح لها وينجح لها كل هذه الوصفات. ان شاء الله اكون ما طولتش عليكم بزاف في الهضره. انا ما قلتش قالوا قلت. سلام. حييت يا شهر الصيام ومرحبا، فهلالك الميمون لاح وبشر وتزينت
بحلى الجمال سماؤنا تترقب البشرى بشوق قد سرى. حييت يا شهر الصيام ومرحبا فهلالك الميمون لاح وبشرى. وتزينت بحلى الجمال سماؤنا تترقب البشرى بشوق قد سرى. هذه